السلام عليكم وأهلا وسهلا بكم على قناة طبيب أطفال. معاكم الدكتور محمد دسوقي أخصائي طب الأطفال وحديث الولادة. هكلمكم إن شاء الله النهاردة عن زيادة ذكاء الأطفال، خليكم معنا. في البداية لازم نوضح إن ذكاء الأطفال من الحاجات المهمة جدا جدا واللي بتحدد بشكل كبير مستقبل الطفل بعد كده هيبقى شكله إيه. ذكاء الطفل هيحدد بشكل كبير الطفل ده هيعرف يعيش ويتعامل مع المجتمع بشكل عامل إيه، وكمان تحصيله الدراسي لما يدخل المدرسة هيبقى شكله إيه، وده هيأثر بشكل كبير جدا على مستقبل الطفل. كتير من الأمهات بيبعتوا يسألوني بشكل متكرر، هل في طرق معينة نقدر نزود بيها ذكاء الأطفال أو نزود قدرات الأطفال العقلية ونزود قدرتهم على الفهم والاستيعاب؟ في الحقيقة أيوة، عندنا بعض الطرق اللي نقدر نزود بيها مستوى ذكاء الأطفال ونزود بيها قدراتهم الذهنية، لكن لازم نشرح الموضوع من بدايته علشان نعرف إزاي نقدر نزود أو ننمي من ذكاء الطفل. الذكاء عند الأطفال بيتحكم فيه عاملين أساسيين، العامل الأولاني هو العامل الوراثي وده مش هنعرف نتحكم فيه. الطفل بيتولد حامل لجينات وراثية معينة بتقدر تتحكم بشكل كبير في مستوى ذكائه، وده ليه علاقة بمستوى ذكاء الأب أو الأم أو حتى العيلة نفسها. لكن العامل الوراثي مش هو العامل الوحيد اللي بيحدد مستوى ذكاء الطفل، عندنا العامل الثاني وهو العامل البيئي، والعامل البيئي ده يندرج تحته حاجات كتيرة جدا من أول التغذية لحد التربية والسلوك لحد بعض الأنشطة والتمارين والألعاب اللي نقدر نزود بيها من ذكاء الطفل. وأي حاجة الطفل ممكن يتعرض لها في البيئة المحيطة بيه بتأثر بشكل كبير جدا على مستوى ذكاء الطفل. علشان ننمي من مستوى ذكاء الطفل لازم نشتغل على العوامل البيئية اللي نقدر من خلالها نزود مستوى ذكاء الطفل وننمي مهاراته. طيب ايه هي اهم العوامل البيئية اللي ممكن تزود من ذكاء الطفل؟ عندنا 3 حاجات. اول حاجة هي تغذية الطفل. التغذية ليها دور مهم وكبير جدا جدا في تحديد مستوى ذكاء الطفل، لأن مخ الطفل والجهاز العصبي بتاعه كله علشان يتكون بشكل كويس وعلشان يقوم بوظائفه بشكل كويس لازم يكون بياخد احتياجاته الغذائية بشكل كويس. يعني المخ أصلا علشان يتكون لازم تغذية الطفل تكون كويسة علشان المخ يتكون كويس وينمو كويس وياخد كل الاحتياجات الأساسية الكافية لعملية النمو وعملية تطوير الطفل أو زيادة القدرات العقلية والذهنية للطفل. يبقى التغذية بتلعب دور مهم جدا في زيادة ذكاء الطفل. الحاجة التانية التربية والسلوك والتعامل مع الطفل على مدار حياته. احنا هنتعامل مع الطفل ده ازاي وايه الاساليب التربوية والسلوكية اللي هنتعامل بيها معاه، ده بيحدد بشكل كبير جدا مستوى ذكاء الطفل. الحاجة التالتة بعض التمارين او الحيل او الالعاب اللي بنستخدمها مع الاطفال علشان نزود بيها من ذكائهم ومهاراتهم وقدراتهم العقلية. التلات حاجات دول من اهم العوامل اللي نقدر نرفع بيها قدرات الطفل العقلية واللي نقدر نزود بيها مهاراته ونزود ذكائه. مش هقدر اتكلم على التلات حاجات دول مع بعض في فيديو واحد وإلا الفيديو هيبقى طويل جدا، وعلشان كده هتكلم عن زيادة ذكاء الأطفال على 3 فيديوهات. الفيديو الأولاني اللي احنا فيه دلوقتي هتكلم فيه عن التغذية اللي تزود من ذكاء الأطفال. الفيديو التاني ان شاء الله هتكلم عن الاساليب التربوية والسلوكية اللي نقدر نزود بيها ذكاء الاطفال، والفيديو التالت ان شاء الله هتكلم فيه مخصوص عن التمارين والحيل والالعاب اللي نقدر نزود بيها ذكاء الاطفال. يبقى الفيديو ده هتكلم عن التغذية اللي بتزود ذكاء الاطفال، والحقيقة هتستغربوا كتير جدا لما تعرفوا ان التغذية دي مرتبطة بالطفل وهو لسه جنين. يعني علشان نجيب طفل ذكائه كويس وقدراته العقلية كويسة لازم نهتم بتغذية الطفل ده وهو لسه جنين في بطن أمه من خلال تغذية الأم، تغذية صحية سليمة. لازم الأم وهي حامل تكون بتاخد العناصر الغذائية اللي جسمها محتاجه بشكل كويس، ولازم تاكل كويس
ولازم تتغذى كويس، ولازم تشرب سوائل كويس، ولازم تاخد فيتامينات ومكملات غذائية مهمة جدا. انا هعمل فيديو قريب ان شاء الله هتكلم فيه مخصوص عن تغذية المرأة الحامل وعن الفيتامينات والمكملات الغذائية المهمة جدا وعلاقة كل ده بصحة الطفل ومستوى ذكائه. يبقى الام الحامل لازم تتغذى تغذية سليمة، ولازم تاخد الفيتامينات والمعادن المهمة جدا لتنمية ذكاء الطفل. ومن أهم المكملات اللي الأم لازم تاخدها أثناء الحمل هو حمض الفوليك، لأنه بيدخل بشكل كبير جدا في عملية تكوين الجهاز العصبي وتكوين مخ الطفل. يبقى دي النقطة الأولانية، الطفل وهو لسه جنين. النقطة الثانية، أول الطفل ما يتولد ضروري جدا في أول 3 أو 4 أيام أن الطفل يتحط على ثدي الأم بشكل متكرر علشان ياخد لبن السرسوب. لبن السرسوب هو أول ركن أساسي في تغذية الطفل وتنمية ذكائه وزيادة قدراته العقلية. لبن السرسوب هو اللبن الأولاني اللي بينزل من بعد الولادة مباشرة وبيقعد مع الأم في أول أسبوع من الولادة، واللبن ده بيبقى كميته قليلة لكنها كافية لاحتياجات الطفل. بيبقى لبن تقيل شوية في القوام بتاعه ولونه أصفر غامق شوية عن اللبن العادي، ولبن السرسوب غني جدا جدا بالأحماض الدهنية الأساسية المهمة جدا لتغذية المخ والجهاز العصبي للطفل، واللي بتخلي الطفل بعد كده يبقى ذكائه كويس وقدراته العقلية ممتازة جدا. كمان لبن السرسوب غني جدا بمجموعة كبيرة جدا من الفيتامينات والمعادن اللي بيحتاجها جسم الطفل ومخ الطفل علشان ينمو بشكل كويس. وكمان لبن السرسوب بيحتوي على أجسام مضادة وخلايا مناعية بتقوي مناعة الطفل وبتحميه من الإصابة بالأمراض. وفوائد لبن السرسوب اتكلمت عنها قبل كده في فيديو سابق، هسيب لكم الفيديو ده في صندوق الوصف بتاع الفيديو. يبقى تاني حاجة في التغذية هو لبن السرسوب اللي الطفل لازم ياخده بعد الولادة مباشرة. للأسف كتير من الأمهات بيحرموا الطفل من لبن السرسوب عن طريق ان هم يدوا الطفل حليب صناعي من بعد الولادة، ودي غلطة قاتلة لازم ما نقعش فيها. الطفل اول ما يتولد ما ياخدش حليب صناعي، ما ياخدش اعشاب، ما ياخدش مية، ما ياخدش جلوكوز، ما ياخدش اي حاجة. الطفل يتحط على ثدي امه مباشرة ويبدأ رضاعة على طول. اول الطفل ما بيبتدي يمص من الام، وتكرار عملية المص هو اللي بيحفز من افراز اللبن عند الام. حضرتك ما تشغليش بالك كمية اللبن قليلة او كتيرة، حط الطفل على صدرك وهو هينزل له كمية اللبن اللي جسمه محتاجها. ولازم الام في الفترة دي تتغذى كويس جدا وتشرب سوائل كتير جدا علشان اللبن عندها ينزل بكمية كويسة وتبقى القيمة الغذائية بتاعته عالية. النقطة الثالثة، ضروري جدا جدا الطفل يرضع رضاعة طبيعية مطلقة على الأقل أول 4 شهور من حياته. أول 4 شهور من حياته يفضل أن الطفل يرضع طبيعي فقط، برضو ما ياخدش مية ولا أعشاب ولا ياكل ولا ياخد حليب صناعي ولا ياخد أي حاجة غير الرضاعة الطبيعية فقط. اللبن الطبيعي بيحتوي على كل العناصر الغذائية اللي تخلي نمو الطفل وكمان قدراته العقلية ومستوى ذكائه يبقى كبير جدا. في دراسات كتيرة جدا اتعملت حوالين الموضوع ده، والدراسات دي قالت ان الاطفال اللي كانوا بيرضعوا طبيعي فقط كان معدل ذكائهم اعلى من الاطفال اللي اخدوا لبن صناعي. مش معنى كلامي ان اللبن الصناعي بيخلي الاطفال ذكائهم وحش، ولكن الرضاعة الطبيعية هي افضل تغذية للطفل وبتزود كتير جدا من ذكاء الطفل. حضرتك لو بتطلعي تجري علشان تدي الطفل حليب صناعي، فحضرتك كده بتدي الطفل حاجة أوحش من اللبن الطبيعي. اللبن الطبيعي بيزود ذكاء الطفل وبيزود قدراته العقلية وبيزود من نمو المخ. ضروري جدا الطفل يرضع رضاعة طبيعية مطلقة أول 4 شهور من حياته. بلاش ندي لبن صناعي إلا لو الطفل ده فعلا محتاج لبن صناعي. علشان نعرف ان الطفل محتاج حليب صناعي لازم نتابع نمو الطفل ده على الاقل لمدة شهر كامل، ونلاقي الطفل ما بيزيدش في الوزن كويس رغم عمل كل الاحتياطات الاساسية، زي ان احنا نخلي الام تاكل كويس وتشرب سوائل كتير ونديها فيتامينات بتزود اللبن ونتابع نمو الطفل. لو عملنا كل الحاجات دي على مدى شهر وبرضو الطفل مش بيزيد في الوزن كويس، في الحالة دي فقط ممكن ندي لبن صناعي. ما تطلعيش تجري على الحليب الصناعي او تطلبي من الدكتور بتاعك يدي حليب صناعي، لان الرضاعة الطبيعية بتزود ذكاء الاطفال
وقدراتهم العقلية. الحاجة الرابعة المهمة جدا، بمجرد الطفل ما يتم 4 شهور لازم نرجع لدكتور الأطفال يفحص الطفل، يشوف هل الطفل ده بقى مؤهل لبداية الأكل ولا لا. مجرد ما بدأنا للطفل أكل سواء بعد الشهر الرابع أو الخامس أو السادس حسب ما الطبيب المعالج هيحدد، لازم الطفل ياخد كل العناصر الغذائية اللي جسمه محتاجها. المخ علشان ينمو كويس لازم يوصله بروتينات، لازم يوصله دهون، لازم ياخد طاقة، لازم يوصله أكسجين، لازم يوصله كل العناصر الغذائية علشان المخ والجهاز العصبي ينمو بشكل سليم وناخد منه أقصى استفادة وأقصى معدل ذكاء ممكن. مفيش طفل تغذيته وحشة هيطلع ذكائه كويس، لأن نمو المخ نفسه واحتياجات المخ نفسها مش كافية إن المخ يقوم بدوره بشكل كويس جدا. مجرد ما نبدأ تغذية الطفل لازم ياخد كل المجموعات الغذائية الأساسية، لازم ياخد بروتينات، ياخد نشويات، ياخد خضار وفاكهة، وياخد منتجات حليب، ولازم نغذي تغذية متوازنة ما يبقاش فيها أحد المجموعات أكتر من المجموعة التانية. بعض الأمهات بتدي الأطفال نشويات بشكل زايد جدا علشان الطفل يزيد في الوزن وبيهملوا بقية المجموعات الغذائية المهمة جدا لتكوين المخ. في الحالة دي ممكن الطفل يزيد في الوزن ويبقى تخين على الفاضي، لكن قدرات الطفل العقلية بتبقى قليلة لأن المخ ما خدش احتياجاته الغذائية الكاملة من التغذية. يبقى تغذية الطفل لازم تكون متوازنة بشكل أن الطفل ياخد كل احتياجاته الغذائية، ما يبقاش عينينا على وزن الطفل بس، لأن النمو ما بيبقاش نمو في الوزن بس، في كمان النمو العقلي اللي بيحدد مستوى ذكاء الطفل وقدراته العقلية. طيب هل عندنا بعض الأكلات المميزة جدا في زيادة ذكاء الأطفال؟ أيوة، عندنا بعض أكلات مميزة جدا في تنمية المخ أو نمو المخ وزيادة ذكاء الأطفال وقدراتهم العقلية. أشهر هذه الأكلات هم 5 حاجات. أول حاجة الأسماك. الأسماك مهمة جدا في تنمية قدرات الأطفال وزيادة ذكائهم، خاصة الأسماك الدهنية زي السلمون والماكريل. الأسماك مصدر غني جدا بالبروتينات عالية القيمة، كمان بتحتوي على أحماض دهنية مهمة جدا في تكوين المخ، وكمان غنية جدا بالأوميجا 3، ودي مجموعة من الزيوت مهمة جدا جدا في نمو المخ وزيادة القدرات العقلية وزيادة ذكاء الطفل. والسمك نقدر نديه للأطفال من بعد الشهر السادس، لكن هيبقى مسلوق أو مشوي ويبقى مهروس أو مضروب في الخلاط، والأطفال اللي أكبر من كده اللي بيعرفوا يأكلوا عادي من بعد سنة أو سنتين لازم يأكلوا السمك باستمرار في وجباتهم. لازم نحرص على إن الطفل يبقى بياخد السمك على الأقل مرة واحدة أو مرتين كل أسبوع علشان نزود كتير من قدراتهم العقلية. تاني حاجة مميزة جدا في زيادة ذكاء الأطفال وقدراتهم العقلية هي المكسرات بكل أنواعها، وخاصة اللوز وعين الجمل. المكسرات من الحاجات الغنية جدا بالفيتامينات والمعادن وكمان الأوميجا 3. الفيتامينات والمعادن والأوميجا 3 التلاتة بيدخلوا بشكل أساسي في تكوين المخ وبيمدوا المخ بكل احتياجاته الأساسية، وكمان الأوميجا 3 وكمان فيها أحماض دهنية عالية جدا، كل ده يعتبر غذاء مثالي للمخ وتنمية ذكاء الطفل. المكسرات نقدر نديها للأطفال من بعد الشهر السادس، لكن هتبقى مطحونة وندخلها على أكل الطفل. يعني ممكن نطحن اللوز أو عين الجمل، نطحنه تماما، ممكن نحط منه معلقة على الزبادي أو على الأكلات المهروسة للطفل أو على الشوفان مثلا أو على أي وجبة الطفل بياخدها، لكن ممنوع تماما الطفل يأكل المكسرات بشكلها الطبيعي قبل عمر 4 أو 5 سنين. بنخاف ان الطفل ياخد حبوب المكسرات الكاملة فيشرق فيها، وده لا قدر الله ممكن يسبب الاختناق ومشكلة كبيرة جدا. فالاطفال ما بياخدوش المكسرات بصورتها الكاملة غير بعد عمر 4 أو 5 سنين، قبل كده بنديها لهم وهي مطحونة وندخلها في الوجبات بتاعة الأطفال. الحاجة الثالثة المميزة جدا في زيادة ذكاء الأطفال هو بعض الخضروات، وخاصة الخضروات الورقية، ومن أفضل الخضروات هنا السبانخ والأرنبيط. الاتنين دول أغنية جدا بمجموعة كبيرة من الفيتامينات والمعادن المهمة جدا لتنمية المخ، وخاصة عنصر الحديد. الحديد اللي بيتصنع منه الهيموجلوبين واللي بيشيل الأكسجين يوصله للمخ علشان المخ ينمو ونقوم بوظائفه بشكل كويس. لو ادينا الجسم عنصر الحديد كويس هيبقى الأكسجين اللي واصل للمخ كويس،
فالمخ هينمو كويس ويقوم بوظائفه كويس، والطفل هنا ذكاؤه هيزيد وقدراته العقلية هتزيد. الحاجة الرابعة المهمة جدا هي اللحوم الحمراء والبيض. اللحوم الحمراء والبيض مهمين جدا لأنهم أغنية بالبروتينات عالية القيمة، أغنية بالفيتامينات والمعادن، وكمان أغنية بعنصر الحديد علشان نمنع من حدوث الأنيميا وفقر الدم ونزود الغذاء والأكسجين اللي واصل للمخ. وبالنسبة للبيض وللحوم فعندنا صفار البيض ينفع نديه للأطفال من بعد الشهر الرابع، لكن بياض البيض واللحمة الحمراء يفضل نديها للأطفال من بعد عمر سنة. خامس وآخر الأكلات المفيدة والمهمة جدا في زيادة ذكاء الأطفال وزيادة قدرتهم العقلية هو الحبوب الكاملة. الحبوب الكاملة هنا مقصود بيها الحبوب بصورتها الطبيعية اللي ما قمناش عليها بأي تعديل صناعي، زي حبوب القمح الكاملة أو حبوب الشوفان. الحاجات دي مميزة جدا باحتوائها على قيمة غذائية عالية من الفيتامينات والمعادن، وكمان مصدر غني جدا بالطاقة، بيمد المخ باحتياجاته من الطاقة، فده بيزود ذكاء الطفل وبينمي مهاراته. في الحبوب الكاملة نقدر ندي هنا القمح المسلوق أو البليلة للأطفال، ونقدر ندي الشوفان ونعمله في وجبات الطفل بشكل منتظم. دي كده كانت أهم الأكلات المميزة جدا في زيادة نمو المخ وزيادة القدرات العقلية وزيادة ذكاء الأطفال. لكن لازم أأكد تاني، لازم جسم الطفل ياخد كل احتياجاته الغذائية من خلال التغذية السليمة علشان المخ ينمو كويس وناخد أفضل قدرات عقلية وأفضل مستوى ذكاء للطفل ده. كمان مهم طالما بنتكلم عن التغذية، لازم الطفل يبعد بعيد عن كل الأكلات الضارة زي الأكل المحمر أو الأكل اللي بنجيبه من الشارع أو الحلويات والحاجات المسكرة، لأن الحاجات دي بتبوظ عادات الطفل الغذائية وبتحسس الطفل بالشبع وبتسد شهية الطفل وبتخليه ما ياكلش الاكل المفيد بشكل كويس، وبالشكل ده المخ مش هينمو كويس وذكاء الطفل هيقل. يبقى تغذية الطفل تغذية سيئة، الاكل بتاع بره والسناكس والمحمرات وكل الكلام الغير مفيد هيأثر بشكل غير مباشر على ذكاء الطفل. الاكل ده هيحسس الطفل بالشبع، هيسد شهيته، هيخليه ما ياكلش الاكل المفيد، وبالتالي هيأثر على نمو المخ وهيأثر على ذكاء الطفل. علشان كده ضروري جدا نهتم بتغذية الأطفال تغذية صحية سليمة من ساعة الطفل ما يكون جنين في بطن أمه لحد الطفل ما يتولد ويكبر. الحاجات اللي أنا قلت عليها هنا لازم تكون مستمرة ودائمة. عملية بناء مخ الطفل وزيادة وتنمية ذكائه وقدراته دي عملية مستمرة لازم نحافظ عليها طول الوقت، فلازم نهتم بتغذية الطفل من قبل ما يتولد لحد الطفل ما يكبر، علشان كل ده هيأثر بشكل كبير على مستوى ذكائه. بكده أكون اتكلمت بشكل كامل عن التغذية الصحية اللي بتزود ذكاء الأطفال وبتزود من قدراتهم العقلية. هيتبقى فيديوهين في سلسلة زيادة ذكاء الأطفال. الفيديو اللي جاي إن شاء الله هيبقى عن الأساليب التربوية والسلوكية اللي تزود كتير من ذكاء الأطفال، والفيديو الثالث إن شاء الله هيبقى عن بعض التمارين والألعاب المخصوصة اللي بتزود كتير من ذكاء الأطفال وقدراتهم العقلية. تابعوا السلسلة دي إن شاء الله لأنها هتبقى مفيدة جدا لأطفالنا، وإن شاء الله مع بعض هنقدر نزود ذكاء الأطفال ونزود قدراتهم العقلية. ده كان الفيديو بتاع النهاردة، يا رب يكون عجبكم. ما تنسوش تشتركوا في القناة وتدوسوا على زرار الجرس علشان يوصل لكم فيديوهاتنا الجديدة أول بأول، واشوفكم إن شاء الله في الفيديو الجاي، وانتوا بخير وسلام وأمان، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.